يا صباح الفل عليكم من أم الدنيا، صباح الفل عليكم من أجمل بقاع مصر، من الدرب الأحمر وخاصة من القلعة. أنا جوه القلعة زي ما انتم شايفين ورايا طبعا مسجد محمد علي ومسجد الناصر محمد بن قلاوون، وموجودة أنا حاليا في ساحة المتحف الحربي. تخيلوا كده لما الثلاث قصور عظام كبار جدا يتحولوا إلى متحف، هيكون شكله عامل إزاي؟ وخاصة لما يكون القصر الحراملك اللي كان خاص بأسرة محمد علي واللي كان بيبات فيه محمد علي شخصيا هو وأسرته، القصر في منتهى الجمال. تقريبا انا ما شفتش ولا هشوف العظمه والجمال اللي موجوده في سقف وجدران وكل جزء جوه المتحف الحربي. حاجه كده تفتخر ان هي موجوده عندنا، حاجه عينيك يعني طول ما انت ماشي عينيك متشعلقه في السقف في الحيطان في الجمال اللي موجود في كل ركن. تعالوا بينا ناخد جولتنا جوه اعظم واكبر المتاحف العسكريه في العالم كله، المتحف الحربي جوه قلعه صلاح الدين. اول ما ندخل المتحف على طول هيقابلنا قاعة المجد، القاعة اللي انبهرت بسقفها وجدرانها وألوانها وزخارفها اللي موجودة لحد دلوقتي من عصر محمد علي. قاعة المجد اللي بتحكي مجد العسكرية المصرية من وقت المصريين القدماء لحد العصر الحديث. هنلاقي على طول تمثال لراس محمد علي، وتمثال تاني كمان لراس إبراهيم باشا أعظم القادة العسكريين في عصر محمد علي، ثم بعد ذلك سخمة أو المعبودة سخمة من عصر المصريين القدماء اللي بترمز للقوة الحربية، وبعد كده على طول هنشوف لوحة ميدالية الشرف العسكرية الفرعونية الذبابة اللي بترمز المحارب اللي بيهزم الأعداء بشجاعة. بعد كده هنشوف الحصنة اللي عليها الفرسان دي بترمز للعصور اللي مرت على مصر من العصر الأيوبي والفاطمي وغيرها من العصور في العسكرية المصرية. مركب العبور زي ما انتوا شايفينها وقارب العبور، وهنلاقي وراها ثلاث لوحات اللي بتعبر عن القوات المسلحة من البحرية والجوية والدفاع الجوي. بعد كده هنروح بقى نتفرج على بقية قاعات القصر أو المتحف الكبير. هنبتدي بأسرة محمد علي وهنروح على طول على قاعة مجلس العدل. زي ما انتوا شايفين السقف والحوائط والزخارف والجمال اللي بيسيطر على القاعة والنجف الأصلي اللي من عصر محمد علي. أنا موجودة دلوقتي في قاعة مجلس العدل، القاعة اللي أنا موجودة فيها حاليا اللي قاعد فيها محمد علي زي ما انتوا شايفين، ومعاه القادة ومعاه الشيخ المفتي، وبياخد فيها الاستشارات بتاعته مع القادة بتوعه هنا في القاعة دي. زي ما انتوا شايفين الحراس واقفين بالسيف بالأسلحة بتاعتهم حوالين محمد علي مع القادة مع الشيخ المفتي اللي كان بيقول مشورته حكمته فتواه هنا مع محمد علي. فيها كمان زي جهاز تشويش وجهاز انذار، بس حاجة كده معمولة بالطبيعة بقى. تعالوا نشوف في عصر محمد علي وفي قاعة مجلس العدل كان موجود جهاز التشويش عشان محدش يسمع من اللي برا الفتاوى والاستشارات اللي بياخدها مع القادة بتوعه. فيعمل ايه جهاز التشويش اللي موجود ورايا ده؟ شايفين المعمول بالرخام، في اتنين طاووس فوق زي ما انتوا شايفين، وفي الاحواض اللي انتوا شايفينها كان بيجي تيجي المية للقلعة من سور مجرى العيون، بيدخوها الجنود لحد القلعة، بتوصل المية لحد هنا، تنزل المية من بق الطاووسين دول، مية بسيطة جدا تعمل صوت خرير الماء، وينزل الصوت دوت يمشي في المجرى ده كله اللي انتوا شايفينه لحد ما يوصل للنافورة دي. الصوت خرير ماء ده او الصوت الضعيف بتاع المية اللي بينزل من بق الطاووس ده بيعمل تشويش، بيخلي اللي برا ما يسمعوش هنا في المجلس بيقولوا ايه. طب بالنسبة بقى لجهاز الانذار، جهاز الانذار موجود برضو هنا في الرخام اللي انتوا شايفينه ده. وقت ما يكون فيه هجوم او حصار هيهاجم القلعة بيبدأوا الجنود بضخ مية بكثافة جدا من سور مجرى العيون بتنزل من ديل الطاووسين اللي انتوا شايفينهم دول، بينزلوا على العواميد الرخامية دي تعمل الصوت اللي انتوا سامعينه معايا ده، صوت الطاووس. سامعين؟
شدة المية بتلف الرخام ده ويعمل الصوت ده، فيدي انذار ان فيه هجوم. زائد كمان المية بتنزل بكثافة جدا جدا في المجرى ده. المجرى ده والسمك الصغير اللي انتوا شايفينه ده مع شدة جريان المية بيدي شكل ان السمك بيهرب، فيدي برضو انذار للي قاعدين في المجلس ان في خطر على القلعة، او في هجوم او في حصار هيحصل على القلعة. انا هنا بقى دلوقتي موجوده في حمام محمد علي، الحمام الخاص بمحمد علي باشا. زي ما انتم شايفين كده مصوره لكم السقف والزجاج بتاع السقف اللي مدخل الاضاءه، اسمه زجاج حراري بيعمل حراره عشان الحمام ده زي حمام ساونا. عارفين السبا؟ هو كانه سبا بالظبط، ساونا، والمغطس بتاعه كمان اهو زي الجاكوزي يعني. وكان مهتم جدا ان يكون السقف زجاج يدخل إضاءة وفي نفس الوقت زجاج حراري عشان يعمل حرارة أو يكتسب حرارة من حرارة الشمس ويمد بيها الغرفة أو الحمام اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. طبعا في أكتر من حوض موجود داخل الحمام، وزائد المغطس كمان اللي كان بيقعد فيه محمد علي، وهنلاقي المغطس فيه مستويين زي ما انتوا شايفين، مستوى اللي هو عايز المية توصل لغاية نص، ومستوى تاني ينزل فيه اكتر المية توصل لغاية فوق. وزي ما قلتلكوا في اول الفيديو ان المتحف الحربي عبارة عن ثلاث قصور. تعالوا ناخد جولة بقى في القصر الشرقي والقصر الغربي ونتفرج على جمال المتحف. حقيقة أنا مبهورة بكل جزء فيه، من الزخارف، من الرسومات، من الإزاز الملون، من المقتنيات الغالية والقيمة والجميلة جدا جدا في المتحف. زي ما انتوا شايفين دلوقتي قدامنا الحنطور أو العربات الخاصة بالملوك والأمراء اللي كانت في العصر الملكي. هنروح دلوقتي لقاعة محمد علي. القاعة جميلة جدا جدا بألوانها برضو وزخارفها. واحنا موجودين برضو في القصر الشرقي هنلاقي قاعة للخديوي إسماعيل، وحبيت أصور لكم القاعة دي بكل تفاصيلها وفخامتها وجمالها، لأن الوحيد من أحفاد محمد علي اللي حب يمشي على خطاه وعلى نهجه ويعمل نهضة مصر الحديثة رقم 2 هو الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل هنلاقي هنا بعض المقتنيات الخاصة بيه جوه القاعة، وهنلاقي كمان تمثال نصفي من الغص موجود داخل الفاترينة، ده من عصر الخديوي إسماعيل وده الخديوي إسماعيل. القاعة طبعا يعني بيغلبها الجمال والفخامة والنقوش والرسومات والشبابيك العالية جدا طبعا، والسقف العالي جدا جدا، والنجف الأصلي من عصر محمد علي. انا موجوده بقى دلوقتي في قاعه الملك فؤاد الاول. اللي لاحظته واللي موجود هنا من الحاجات اللي لازم اصورها جوه القاعه هي اللوحه المرسومه الخاصه بالملك فؤاد الاول، واللوحه دي بتشبه الموناليزا في حاجه مهمه جدا، انك لما تمشي في اي اتجاه وتبص للوحه هتلاقي الملك فؤاد بيبص لك، يعني رحت يمين بيبص لك، رحت شمال بيبص لك، واقف قدامه هتلاقي اللوحه او هتلاقي يعني بص لك. انا موجوده دلوقتي في القصر الغربي. زي ما قلت لكم ان هنا المتحف عباره عن ثلاث قصور، وانا موجوده في اخر قصر بوريه لكم في الجوله وهو القصر الغربي. القصر الغربي موجود فيه كذا قاعه، منهم قاعه الملك فاروق اللي انا موجوده فيها حاليا. طبعا القاعه موجود فيها مقتنيات من مقتنيات سواء الزي الخاص الرسمي والغير رسمي للملك فاروق في الحفلات، لكن اهم ما في القاعه واكتر حاجه بتبرز او ليها قيمه جوه القاعه هو خطاب الرحيل او خطاب التنازل عن العرش من الملك فاروق لابنه الملك احمد فؤاد الثاني. الخطاب او البيان اللي فيه التنازل كان فيه جمله او كلمه شهيره جدا جدا للملك فاروق، وهو بيقول ان نقطه دم واحده مصريه اثمن عنده من كل عروش الدنيا، وان الرحيل فورا اهون عنده من سفك دماء المصريين. وتم الرحيل وتسليم العرش لابنه احمد فؤاد الثاني اللي كان في وقتها عنده لسه شهور صغير جدا، وكان الحكم تحت وصايا لانه كان صغير في السن.
أكيد مش الكام دقيقة دول اللي هيوصفوا ويشرحوا المتحف الكبير اللي عبارة عن 3 قصور في بعض. في فيديوهات جاية تانية كتير إن شاء الله هشرح لكم وهوريكم جمال متحف الحربي اللي قطعة فنية عالمية جوه قلعة صلاح الدين. هحكي لكم كل تاريخ العسكرية المصرية وكل تفاصيل المتحف من أيام المصريين القدماء لحد عصرنا هذا. عايزة أقول لكم إن في جزء خاص جوه المتحف الحربي خاص بعصر المصريين القدماء. وزارة السياحة والأثار زودت المتحف بمجموعة كبيرة جدا من المقتنيات بأكتر من 100 قطعة أثرية، من بقى سقارة للأقصر لإسكندرية للمتحف المصري بالتحرير ومتحف السويس القومي وغيره من المتاحف. خدوا القطع الجميلة دي وزودوا بيها المتحف الحربي. مش هنا وبس بتنتهي القصة وينتهي حكاية المتحف الحربي. المتحف الحربي مليان قصص وحكايات كتير جدا. استنوا معايا الفيديو اللي جاي لبقية المتحف الحربي جوه قلعة صلاح الدين.